حبيبي ما عندي حب غير يا طير يا طير. عكس سامي فيها غرون بليزير اني نغني لاول مره في مهرجان صفاق، استنيتها برشا اللحظه هذه. باش نحاول نعطي الماكسيموم، فرحان برشا وتركيه برشا زيادة، ومن فوق خاطر مسؤوليه كبيره انه نغني في مع الفرقه الوطنيه، مش سهل، هذا مش اي صوت نغني مع الفرقه. فرحانين برشا بلي نحن جيناكم، مشرفنا برشا باش نكونوا معاكم، ونقول لهم ان شاء الله نعملوا جو كبير برشا، ونوعدوكم بلي نحن باش نعملوا جو وانتم تفاعلوا معنا وكذا. وان شاء الله ان شاء الله نتقاوها مع سهرة الليلة، ان شاء الله باش تعدى سهرية مزيانة. يا طيرة يا طيرة روحي لا يا طيرة، قولي للحبيبي ما عندي حب غير. يا طيرة يا طيرة روحي لا يا طيرة. تي تسهر وحدك يقولوا علي صعيب الفن التونسي. يا سلام، سمعونا احلى تصفيقه. ابن مدينه تصفيقس، ابهى الجمهور التونسي، اغاني الشبابيه الغربيه ذات الايقاع العصري، عرفناه في برنامج ذا فويس، صاحب الابتسامه الجميله والروح الخفيفه وقامة صوتية رهيبة. نرحب بالفنان حسان عمارة.
عجبهم عجبهم صراحة. رولفة برمضان قصرت شوية، مش في جوها ومش في طاقتها اللي نعرفوها. لا صوتها القوي الراجل الراجل يحكي. أمين أيمن لسيق أبدع وش اسمه الأول بالكل حسين عمارة أنتوك ما أنت تعديت صارية سمحة منزلنا منشوفوكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.